الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائهة غنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقن في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجد به هداية لسلوك السبل الواضحة الجنية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحناه، وأستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.